أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر، وذلك لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي. وأوضح مدبولي أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وتطوير نظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو 2 مليون فدان تضاف للرقعة الزراعية.